جاسم الفجي نائب رئيس مجلس إدارة الراية القبضة، عبد الرحمن الفواز رجل أعمال والرئيس التنفيذي لشركة كيوبيكل سيرفيس لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسمة السلطان سيدة الأعمال مؤسس ورئيس ملتقى سيدات الأعمال بالكويت، عبد العزيز اليوسفي رجل أعمال يملك مشاريع تجارية أحد مؤسسي شركة بست يونايتد للإلكترونيات ومهتم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مبادرينا في حلقة اليوم من عسامي اجتهدوا في بناء مشاريعهم وأفكارهم المتميزة وعندهم الحماس والطموح أنهم يكسبون الديل مع المستثمرين. عبد المحسن الموسى أول المبادرين اللي تميز بإضافة النكهة الكويتية لخلطات العصائر والحلويات بمشروع دكان بوتمبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معكم عبد المحسن علي الموسى صاحب مشروع دكان بوتمبا. والنعم. المشروع عبارة عن عبد المحسن قبل ما نقطع كلامك بالخير نشوف التقرير ونرجع لك. احنا قلنا بنفتح محل عصير وسويت بس بنحط فيه نكهة الكويتية. صار لنا تقريبا 4 سنوات شغالين، كنا هوم بزنس بعدين تطورنا وصرنا محل. اليوم اعتمادنا على الدليفري وعلى الكيترينج وعلى تعاقدنا مع بعض المطاعم، ودنا ننتقل حق مكان افضل. اكثر الصعوبات اللي قاعد تواجهني وتواجه غيري من اصحاب المشاريع الصغيره اللي موضوع الخلوات وارتفاع الايجارات. المشروع يحتاج من 8 إلى 100 ألف تقريبا تطوير حق المكان او اللوكيشن اللي يخدم المشروع. يعطيك العافيه موسى. الله يعافيك. شيء وايد حلو مثل ما تفضل قلت ان تميزت ان دخلت النكهه الكويتيه فيه او نقول شغلاتنا الكويتيه. شلون هي اساس الفكره؟ احنا بدينا يمكن مع فتره هبة المطاعم ومحلات العصير، فقلنا احنا بندش يعني بما اي سنة بلشت 2014 ما شاء الله. بما ان الاكل هو يعتبر ثقافه، فقلنا بندخل الثقافه الكويتيه بالعصير. احنا طبعا عندنا العصير والسويت والوافل والايس كريم والميلك شيك، فقل الفكره كانت الاساسيه ان ندخل النكهه الكويتيه بالسويت والعصائر هذه. حلو، شنو عندكم؟ شنو النكهات اللي تمتازون فيها؟ الرهش، الغريبه، عصير الرهش، ميلك شيك، شيك ايس كريم، الوافل، نكهه الرهش، الدرابيل والتمر، قرص عقيلي. عبد المحسن شوق المستثمرين بالنكهات وعرف شلون يشدهم للمشروع. على اقبال والله الحمد لله، يعني احنا بدينا فيها وفي ناس قاعد تبدا الحين شوي تاخذ هالشغلات، الرهش، الدرابيل، التمر. زين عبد المحسن، انت قلت تحتاج من 80 إلى 100. اي نعم. وكنا هم قلت بالتقرير ان تحتاج عشان تفتح محل جديد، لوكيشن جديد. اكبر نسبه راح تكون حق اللوكيشن الجديد. نعم. بالاضافه الى طبعا تحتاج الى سيارات حق التوصيل وغيره بلس كارز. زين بس سؤالي، انت قلت انت حاليا مبيعاتك اكثريتها تروح من الدليفري. إيه؟ والكيترينج. الدليفري والكيترينج والرستورانت مع المطاعم. زين، ولا واحد فيهم يتطلب او محتاج لوكيشن؟ عشان كذي احنا مشكلتنا باللوكيشن، نبي لوكيشن جديد. نعم. او مكان افضل اساس نقدر نفتح لاين الدائن داخل المحل نفسه. يعني محل، انت الحين عندك محل واحد. عندي محل واحد. ايه. ليش انت متصور ان الداين ان راح يكون مربح ومفيد للشركه، وليش ما تركز على اللي انت اوريدي فيه؟ اليوسفي مو مقتنع بخطوه افتتاح فرع جديد وتحمل تكاليف اكثر. انا ضد المحل، ركز اونلاين، بيع اونلاين، خلك كيترينج، لا تفتح محل. المحل ريتيل سبب خساره وايد مشاريع. انا ضد تفتح ريتيل. اذا كان مكان زين يعتبر كماركتينج لك، يعطيك قوه اكبر. ولاين ويعتبر هم يعني انت عندك 3 لاينات شغاله، في شيء ناقصك. محل العصير الناس تشوفه وانت ماشي تاخذ لك العصير.
نادرا ما تتعنى تروح تدش لك مكان عشان العصير. العصير عادة على الطريق تشوف الطريق وتاخذ. إيه زين، ما تشوف إنه في يعني عدد كبير من محلات العصائر شيء ما شاء الله الكويت انترست بالسنوات الأخيرة؟ في موجودة صح، بس مثل ما قلت لك إحنا يعني أساس الفكرة إنه نتميز بالنكهة الكويتية. القصد إن المنافسة كبيرة جدا يعني مو سهلة. أعرف ثانيا يمكن في محلات انتشرت عن طريق الأفروع بس خذت مكانها. يعني احنا هم يعني من الشغلات اللي ما ادري انا شو ممكن تميز هو الاسم. اوكي صح، الاسم تقدر تلعب انت على موضوع الاسم يعني تجذب قطاع معين او فئه معينه تقدر تستهدفها من خلال الاسم. زين انت قلت 80 الى 100، شلون حطيت الرقم هذا؟ اللوكيشن يعني المكان الجديد والسيارات تحتاج من 10 ل 15 سياره تقريبا. زين والمكان يكلف تقريبا من 40 الى 50 ل 50000 من الخلو والاعمال المقاولات. المساحه سويت دراسه جدوى حق اللي انت تبي بالضبط؟ حق اللي يعني لما اخترت المكان قلت 40 50 الف بخلو في اماكن. انا اسف اقاطعك، في اماكن غير خلو هذا واحد، في اماكن ما تحتاج هذا المبلغ. لما تفضلت وقلت 15 الى نقول 20 سياره تقدر انت تخفف المبلغ لانك كبدايه انت يعني الاماره بدون دراسه يعني مجرد يعني نقول قراءه او يعني استطلاع حق الاسعار. عبد المحسن مو مسوي دراسه وهالشيء راح يصعب عليه اقناع المستثمرين بالارقام. الرقم مو ثابت يعني احنا بالتقرير تكلمنا انه بين 80 وال 100 والرقم اساسا جاي يعني من مو من دراسه جدوى او شيء، جاي يعني من خلال اسئله عن اسعار العقارات او اسعار المحلات واسعار السيارات. وحتى اعداد السيارات يعني لو تكون جايه من عن طريق دراسه ممكن الرقم يزيد وممكن يقل. اللي انا احتاجه كمحل عصير ما راح تقل عن تكلمت عن 40 50 الف. الاماكن اللي ممكن يعني تلبي رغبتي لازم يكون لوكيشن على الشارع. مستحيل يعني ما في بالكويت اليوم محل بدون خلو. واعمال المقاولات تقريبا تكلف من 15 ل 20000. عبد المحسن المبلغ اللي تبيه نقول 100000 عشان نسهل الارقام، كم النسبه اللي تعطيها حق المستثمر مقابل هال 100؟ يعني ما عندنا مشكله بالنسبه، يعني اتوقع ان المستثمر هو اللي يعني هو الحلقه الاقوى اللي يقدر يعني يحدد. شنو الرقم اللي ببالك؟ 40 الى 50%. ما عندنا مشكله 40 الى 50%، نقول 50%. عبد المحسن تردد في تحديد النسبه وما يبي خسر المستثمرين. وشنو مبيعاتكم الحين اليوم؟ يعني تقريبا السنه اللي طافت تقريبا 70 الى 80 دينار باليوم بالسنه. طبعا هذا مع تتكلم على مع الكيترينج مع 25000 تقريبا 25000 مبيعات. طيب النسبه، نسبه الارباح كم؟ 30%. لا 70%. الارباح 30. انا بس في يطلع ماضي يوم تكلمت على موضوع المبلغ يعني ترى كان من ضمن السيارات وتطوير الكيترينج. أبا محسن ليش ما فكرت تروح للفرانشايز إذا أنت شايف إن فعلًا أنا أحتاج لوكيشنز مواقع؟ اليوم أتوقع أكثر يعني اللي قاعد يشتغلون على الدليفري يعني صعب إن يطلع الفرانشايز. لازم إذا ما كان لازم داينين أول شيء كونسبت ينجح بالضبط. بعدين تبدأ تطلع ناس تشوف على الأقل مثلًا الزوار اللي أو السياح اللي يجون الكويت. نعم. يشوفك ليش عندك تقدر تطلع. الحين شوف سيارة عندك. ما عندي سيارة طالع ولا سيارة. انت الحين معتمد على الشركات على الشركات بالضبط. اي اوكي تمام. ممكن ان نغير المكان، انا ببالي بس ان نقعد نشوف الدراسة. فانا ودي اعطيك اوفر بس اعطى اوفر بس كونديشنال بشرط الدراسة. خلاص ان شاء الله نحتاج في احد بيدخل بعد وياخذ عادي. احنا انا معاه يا ريت. يلا ان شاء الله وياك. بتشرف ابد. شنو الاوفر؟ كنا خلصنا. انا قاعد اقول يحتاج قاعده ثانيه لان اقدر اوفر لك مكان مو في هالمبلغ، مكان على الشارع وايد لنا معارف هالامور. بدال على قولتك 15 الى ما شلون سياره نقدر نوفر 4-5 سيارات باللي انت تبيهم، حتى لو خلي اخواني يساعدون يقولهم برا باللي انت تبيه. عرفت شلون؟ راح يقل وايد التكلفه عليك. بدر ومحمد انا
يعني هم نشوف الدراسة نرتبها مع بعض وندخل. ما بس اليوم الحين ما تبي تقول النسب ما نسب ما تتكلمون. لأن ما في شيء واضح يعني إيه ممكن يصير للعدد. أنا أنبه. يعني أنت عزيز. لا أتوقع ما أتوقع كافي يعني ما شاء الله كفوا ووفروا المستثمرين وأتوقع كلهم داشين بالعقار فكلهم يقدرون يوفروا لك المكان اللي أنت ببالك. ثلاث مستثمرين قدر عبد المحسن يكسبهم وفاز بالديل. الأوفر صراحة كان وايد حلو، يسهل علي وايد شغلات، يسهل علي أهم عقبة كانت قبال اللي هي اللوكيشن، اختيار المكان المناسب لي. أنا طبعاً اعتذرت بسبب أن نفس الفلسفة اللي عندي أن أنا ما بدش بالأكل والمطاعم وهالأمور هذه، مبيعاته مو وايد كبيرة والمبلغ اللي طالبك عالي. وبالتوفيق على خير. إذا راضي يقول اعتمد بس ديل نقولون ديل لا ديل اعتمد توفيق على في عنده وايد اشياء غريبه ترى خوش موفق. شوف هو واقعي وايد بس اللي اعطوه الارقام اعطوه ارقام اوفر شوي بس كان ودي تقولي له اوفر يعني بصراحه ان انا لو 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 كان اخذ رقم. خليني اقول لك شغله، انا يمكن انا في محل من غير خلو صح ويمكن يدفع بس اجاره صح، ليش انا اخذ زياده عليه؟ لا ما خالف انت بعدين يعني انت الحين تقول على الاقل انت ما راح تعطينا كل الامور على 5% تعبين نفسك يمكن ما ادش نهائي اذا وفرت له على اجاره 100,000 على مشروع عصير ومبيعاته مو المبيعات العاليه وايد يعني كخطوة هذه خطوة ما أيدها عليه يعني أنا ببالي إنه ممكن على 30,000 40,000 ندخل معه ونطور البزنس وياه إن شاء الله يكون في مردود أحسن من إن ندخل مبلغ عالي وندش بخسائر. عبد المحسن كسب الديل مع ثلاث مستثمرين وهالشيء زاد من حماس فاطمة هزازي اللي بتدخل على المستثمرين من بوابة الفن والتكنولوجيا بمشروعها المنصة الإلكترونية للفن. يا ضيفة. يا ضيفة. السلام عليكم. السلام. معكم فاطمة هزازي صاحبة المنصة الإلكترونية 7 Arts. فاطمة نشوف التقرير ونرجع مرة ثانية. بالنسبة حق مشروعي هو عبارة عن منصة إلكترونية تضم فنانين من جميع دول العالم باختلاف مدارسهم الفنية وكذلك معارض فنية. أولاً أنه ما في للحين ما حد سوى نفسه سواء في الوطن العربي أو على مستوى العالم، يضم فنانين وأعمالهم الفنية وهالشيء صعب نلاقيه لأن نحتاج أنه إحنا نروح جاليريز أو أنه إحنا نسافر، بس لما تجمعهم كلهم مكان يكون كأبليكيشن متوفر 24 ساعة للجميع وبكل مكان. وأصعب شيء للأمانة واجهني بالنسبة لتجميع الفنانين اللي هو اختلاف الوقت، شلون أقنع الفنان بهالأبليكيشن بهالفكرة، كل مشروع مكلف خصوصاً في أشياء معينة بالنسبة حق الجاليريز مكلف جداً. هو الأمانة خلال شهر إن شاء الله بيكون خالص، أنا أحتاج كشراكة نسبة 10% 30,000 دينار كويتي. يلا فاطمة اهلا فيكم. يا هلا فيك فاطمة. مشروعك هواية أتوقع؟ لا ابدا مو هواية الأمانة، انا كان عندي من زمان طموح ان يكون عندي بزنس خاص بيني، ففكرت بالوقت الحالي شنو اكثر شيء الكل يتكلم عنه، شنو اكثر شيء متوفر 24 ساعة؟ الابليكيشن بالتليفون. شنو الفكرة اللي للحين ما طبقت عندنا؟ قعدت ابحث وسويت دراسات، اكتشفت ان للحين ما في ابليكيشن يضم اعمال فنية، لوحات انتيكس اي شيء يتعلق بالاعمال الفنية. فتوجهت ان انا
قعدت أقارن وأشوف الجاليريز شنو محتاجين، شنو الشيء اللي ناقص الفنانين. فتوجهت أني أنا أصنع أبليكيشن يجمع الفنانين، طبعاً هم مو على مستوى الكويت، هم على مستوى العالم، يعني عندنا فنانين من كل العالم. هالفنانين أنا أبي أسهل على متذوقين الفن، محبين الفن، مصممين ديكور الداخلي. طبعاً الفن الحين موجود بكل مكان، أي شخص يقدر يقتني. مثلاً شخص بالكويت أنا أعطيه مجال إنه يقتني لوحة فنية لفنان بالبرازيل مجرد هو قاعد ويوصل له خلال أيام معينة. فاتجهت حق هالفكرة. طبعاً الأبليكيشن فيه ميزات معينة مو موجودة، مصادر الدخل فيه متنوعة، ما راح أعتمد فقط على بيع اللوحات. بيع اللوحات عندنا upcoming events. الupcoming events هي للجاليريز، so في يعني مثلاً الجاليري موجود في باريس، فأنا أبي أعلن عنه حق جميع الفنانين الموجودين عندي بالأبليكيشن، سواء بالكويت، الشرق الأوسط، على مستوى العالم، كل اللي تابع الأبليكيشن. فأنا أنزل الإعلان، أفتح مجال حق الجاليريز إنه يكون في كاستمر يونا من جميع العالم، وأفتح مجال حق الفنانين إنهم يقدرون يضيفون هاللوحاتهم حق هالجاليري، أو إنه إذا هم حابين يكونوا موجودين بهالجاليري. الفئة المستهدفة مثل ما ذكرت أصحاب الفنادق، مصممين ديكور داخلي. عندنا في القاعات الفخمة في المطارات، اللانشز، المطاعم الفخمة، البيوت. فاطمة أبدعت في شرح حل الفكرة، وواضح أنها متمكنة وفاهمة شغلها عدل. فاطمة متخوفة أنها تعلن عن تكلفة المشروع عشان يفهمون المشروع بشكل أفضل ويعرفون التفاصيل عشان يتمكنون بالاستثمار بشكل أفضل. ليش شركتك قيمتها 300,000؟ وهي ليحن أصلاً يعني هي بس أبليكيشن لحد الآن، أي. صح؟ صح. إيه. شوف أنا على حسب اللي كلفني. نعم. فأنا بما كلفني وبالدراسة اللي سويتها 10% جداً ممتاز بالنسبة للاستثمار. يعني ما أدري إذا بتكون on air ولا تصير off air، لأن يعني التكلفة الإجمالية ما يعني. فاطمة متخوفة أنها تعلن عن تكلفة المشروع، ليش خايفة؟ زين شو المشكلة تقولين الرقم؟ في شيء خايفة منه لما تقولين الرقم؟ يعني لا بس إنه يعني مثل اللي أقول لك، يعني أنا قاعد أشرح لك الشراكة ليش أبيها نسبة 10% بالضبط، إن 30,000 اللي أحتاجه حق الماركتينج. مفهوم. إيه بس أنا عندي خطة تطويرية بس ما بيقول. بس ليش 10% اللي بيدش ب 30,000؟ ليش مو 30%؟ ليش مو 40%؟ ممكن يكون المشروع أصلاً قيمته خلينا نقول مثلاً 30,000. لا هو قيمته مثلاً أو 60,000. فأنا لما أدفع 30 يعني أنا ما استفدت شيء، أنا المظلوم يعني 10% بس يعني. فهي على حسب القيمة إحنا نعرف كم النسبة يعني. النسبة معاجبة المستثمرين، ودور فاطمة إنها تقنعهم أو تتنازل وترفع النسبة. إحنا المستثمر لما يحط مبلغ يهمه النسبة. متى يرجع المبلغ؟ أنا يعني بالأمانة هو كمجهود أيضا بالإضافة إلى التكلفة اللي تم دفعها. نعم. فالمجهود الفكرة مو موجودة. نعم. فأنا سعيت لها واجتهدت وسافرت وشفت معارض فنية. صح. فهذا كله بالنسبة لي تكلفة. زين سؤال ثاني. تفضل. أكيد ما في منافس، يعني ما في ماركت بليس بالعالم في آرتس أند كرافت. خلني أقول لك شنو في ويب سايتات. ايه؟ هذا موجود. نعم. ويب سايتات بكل دول العالم. في أبليكيشن بنيويورك. هالأبليكيشن مرتبط بجاليري، so they make an application. مفهوم. ايه بس إنه يجمع كل العالم كل الدول لا ما في. تحسين إنه بالسوق الكويتي شوية الإقبال على على الجزئية هذه أو على يعني المشروع هذا شوية يعني هو للأمانة كفن مو وايد مهتمين فيه، يعني مو إحنا اللي نشتري أنا عشان كذي وسعته. فأنا ما راح أتكلم عن فقط الكويت، عن الخليج. أنا عندي من الحين عندي فنانين خليجيين والشرق الأوسط، العالم، الأفريقيا. فنان في فنانين وقعوا معك للأمانة؟ إيه. كم في عددهم للحين؟ 5 بالكويت هذي كلهم؟ لا كل مكان. أوكي. يعني لوحات اللي للحين يعني خليجيين وواحد فرنسا. أنت الفكرة بس لوحات؟ لوحات وأنتيكس بس بعدين راح نطورها. قولي لي 30,000 وين بتز شلون بتز ماركتينج وفريق عمل 20,000 تقريبا حق الماركتينج و10,000 حق الفريق. يعني أنت بعت اللوحة هذه كم أنت تتوقع؟ 35% نسبتي نت بروفيت. أي صح. نسبة ال يسمونه البورتل هذا الماركت بليس 35. أنت متفقة مع الفنانين على الرقم هذا أن 35% من بيع العمل راح يكون للأبليكيشن. وشيء أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. بس أنا أشوف راح أعتذر لكذا سبب. أول شيء أنت too early يعني الحين، يعني أنت قيمت الشركة 30,000 مقابل 10%، وللحين أصلاً ما بلشتي ما بعتي يعني،
وموضوع الماركت بليس انا عارفه عدل ومشكله يعني صعب يسمون هذا البيضه ولا الدياله اي صح. عشان تروحين تقنعين انت الرسام الفنان يديش معاك لازم يكون عندك يوزرز صح. عشان تبين يوزرز لازم يكون عندك الفنانين فراح يكون وايد صعب. وانا هم اختلف معاك ان انت تركيزك عالمي يعني انت فرقة فرنسا برازيل لازم تسوقين فرنسا والبرازيل عشان تستقطبين يسمونه. وش الميزه اللي عندي ان كل فنان تقريبا الفنانين اللي انا قاعد اختارهم عندهم بالسوشيال ميديا اكاونتات اي فيها فولورز عدد كبير نعم. فكل فنان راح ينزل اللوحه وين يقدر يبيعها. اتمنى لك كل توفيق. اما بالنسبه لي انا يعني ايضا اعتذر للاسباب اللي ذكرها اخوي ابو عيسى واني انا صراحه بعيد عن المجال هذا يعني. انا مو مقتنع بفكره فاطمه. فكره فاطمه مكلفه صعب تطبيقها. تبي تطبق برنامج بالعالم يعني جلوبال برنامج عالمي ما ادري شلون بتسوق عالميا. انا راح اشتري منك ترى فكره راح اكون من اول الزباين ان شاء الله. تشتري عن طريق ابلكيشن اذا محلي اذا فلان 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 عارفه وعارض صوره لوحته بالكويت يشتري. انا صراحه متخوف من الرقم يعني ان انت راح تدشين مثل ما قال عبد العزيز على شيء كبير. والسوق الكويتي مثل ما قالوا شباب هني فعلا صعب. في معرض هني بالكويت بس هو اتوقع المعرض او معرضين بالكويت بس اللي قاعد يبيعون لانه ما في اقبال وايد. فعشان كذي انا متخوف من الرقم. انا راح اقول 10,000 دينار ادخل معاك بس بالمقابل ابي 30%. اوف فاطمة انصدمت بالأوفر اللي عطاها يا بدر رفع النسبة ل 30%. لا أنا الله يوفقك شيء وايد حلو وايد وايد صراحة مستانسة ومن طريقة كلامك واضح أنه مو اتجاهك شيء ثاني. أنا اللي أقدر أساعد إن كل صديقاتي وأكيد تعرفيهم الأشكراني وغيرهم وغيرهم إني أخليهم إن شاء الله يكونون معك بإذن الله. إن شاء الله. والله يوفقك إن شاء الله. شكرا. فاطمة لازم تقولي لنا كم صار في المشروع. لا لأن أنت بالنهاية يمكن يصير أوفر هني وأنا أدري أن بدر راح يفيد. اليوسفي يبي ينجح الديل بين بدر وفاطمة ومصر أنها تعلن التكلفة. بالنهاية أنت اليوم أنت الكاش 30,000 شوية ترى عشان تسوقين بيصيرين أنت نمبر 1 أبليكيشن. تبين أول ما أفكر أنا بفن بشيء يطري على بالي 7 آرت. أنا تقريباً 100,000 100,000 كويتي حاطة. إيه. مبلغ كبير على أبليكيشن. والله وايد كلفني. وايد. المبلغ اللي طالبته 30,000 الكويت ما يغطيها كتسويق. فالحين تبتغطيها تبتسوق البرنامج عالميا أرقامها شوية كانت ضعيفة. وبعدين مسكينة يعني أنا صراحة كسرت خاطر لما قالت أنا استثمرت تقريباً 100,000 على البرنامج. مستحيل. يعني إذا مثلاً تقول لي 30,000 دينار مقابل 25% تقبلي. أنت تبين المبلغ حتى لو إيه يعني أحتاجه. أي أعطي كاونتر أوفر يعني هو قال 10 ب30 أنت قلتي 30 ب10. أنا الحين أقول لك 25% مقابل 30,000. مفاوضات على النسبة وواضح أن فاطمة ما تبي تفوت هالفرصة. ترى راح تستفيدين من أخ بدر يعني بالعلاقات بالانتشار الأوسع. زي 25% 15,000. تم خلاص يلا ديل. أوكي ديل. مبروك. الله يوفقك. شكرا يعطيك العافية. مبروك. مبروك. الله يبارك فيكم. الأمانة توقعت عرض أفضل بس كبداية الحمد لله. على فكرة أنا يعني الحين نقدر. إيه نقدر كلنا. نساعد يعني خلاص. نساعدك. يعني الفندق أشتري منك أنا خلاص. إذا أسعارها زيادة. لا إن شاء الله لأن بالنهاية يعني. شو الدي صار؟ إحنا 15,000 for 25%. صح. بس مسكينة خطأ 100,000 دينار على أبليكيشن قص عليها. لا هو ما قص عليها هو شكله ما تتحسب في أمور ثانية خصوصا. هي قناعات أنا بالنسبة لي. ما أدري بس إن إنسان يشتري شيء بالحجم هذا 50 ب60,000 أو يعني من أبليكيشن ممكن في ناس أنا ما أدري يعني لكن ما أتوقع إنه يكون يعني بالحجم اللي هي تتوقع يعني خاصة هي ترى في يعني حاصرة نفسها بجزئية معينة يعني والجزئية شوية نادرة يعني ممكن لها مستقبل
ما في ما شفت مثل الابليكيشن هذا بالمنطقه. والاستثمار اللي انا داش فيه استثمار يعني انا اعتبره قليل شويه ما في ريسك عالي. فعشان كذي تشجعت اني ادش. احنا عندنا مصورين جويين هذيلا من ضمن الكوميتي اللي احنا عندنا اياه وايد يبون مواقع لبيع لوحاتهم الفنيه. فان شاء الله لو ندمج الفكرتين في برنامج واحد ان شاء الله راح ينطلق هذا المشروع وينجح بالبدايات او بطريقه اسرع. فاطمة قدرت تتحصل على الديل واقنعت اشراق انه يستثمر بالابليكيشن بعد مفاوضات بينهم على النسبة. الحين الدور على عبد الرحمن الخرافي بانه يسوق لتطبيقه ويقنع المستثمرين بالديل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. العافية. معكم عبد الرحمن الخرافي. يقدم على مشروع الميدان تطبيق الكتروني لعبة الكترونية عن أسئلة تصير بين متنافسين يكونون أونلاين. يعطيك العافية عبد الرحمن. نشوف التغريدة بعد. تطبيق الميدان هو تطبيق بكل بساطة أسئلة وأجوبة أونلاين يكون. يعني مثلا الشخص يحمل التطبيق يدخل يختار إحنا ليلة الآن حاطين تيم من فئات يختار واحدة من الفئات مثلا تاريخ علوم صور رياضة. فلنفرض أن المستخدم اختار رياضة يدش يقدر يلعب مع الناس اللي محملين التطبيق. فكرة التطبيق يعني هي نشأت لما شفنا أن الجيمز والألعاب لاقت صدى كبير عندنا احنا بالوطن العربي. حاليا البرنامج بس آيفون ما في أندرويد. يعني احنا قاعد نتكلم مبدئيا على 100,000 دينار كويتي تروح ل 100,000 ان يتطور تطبيق اندرويد بحجم تطبيق الايفون. دعايه واعلان. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. تطبيق الميدان نفس ما شفتوا بالتقرير لعبه الكترونيه. تدخل تحمل التطبيق تسجل تختار الفئة اللي تبي تلعبها. مثلا خلينا نقول صور أسئلة وصور تطلع صورة وياها أربع إجابات. من تضغط أنك أنت تبي تلعب أوتوماتيكي الكود يربطك مع شخص ثاني بيلعب نفس اللعبة أونلاين مع بعض. يتبارون على 5 أسئلة وبالنهاية يطلع فيه سكور. اللعبة شنو مميزاتها؟ عندنا مميزات كثيرة مثلها المحادثة بعد ما تخلص اللعبة يقدرون يتكلمون مع بعض. إن أنا مثلاً اسمها كتير كنت منافس وياك وكذي يقدرون يضيفون بعض. عندنا مسابقة الكبرى. تكون المسابقة الكبرى كل شهر أو شهرين قاعد ننزل المسابقة الكبرى يكون عليها فلوس. يدش المتسابق يلعب فترة. بس يعني عفوا عبد الرحمن بقاطعك. اللعبة شنو هي؟ يعني احنا شفنا صور وواحد يختار يعني هي تحمل التطبيق. يعني من حملت التطبيق تسوي ريجستر عادي طبيعي الدش يطلع لك 8 فئات. حلو. حاليا احنا حاطين 8 فئات طبعا نقدر نزيدها عادي. فيها مثلا تاريخ عربي اسئلة يعني اسئلة واجوبة. اي يعني اول شيء تختار الفئة. من تختار الفئة بعدين تضغط انك انت تبي تلعب بعدين يطلع لك 5 أسئلة. اللي طريقة الفوز انك انت مثلا تجاوب اسرع من الشخص الاونلاين مقابل لك. وتقدر طبعا يعني مثلا اذا انتوا قاعدين بمكان تقدر تلعب برايفت وياه. يعني مثلا ضيفه وتدز له ريكوست انك انت تبي تلعب وياه وتلعبون ويا بعض عادي طبيعي.
زين بس ما راح تكون ممله يعني شنو العنصر المشوق يخلي الواحد ممكن يدش مع واحد ثاني بس اسئله واجوبه؟ واضح بان المستثمرين عندهم تخوف من مدى تفاؤل الناس مع اللعبه. هي طبعا يعني هي مو ممله يعني هي تنافسيه اكثر مثل ما تقدر تقول. يعني مثلا حط رياضه مثلا انت مع واحد يعني مثلا قاعد بالديوانيه بتنافس وياه مثلا على اسئله رياضيه مثلا يطلع لك سؤال متى كاس العالم مثلا 1998 منو اللي فاز بكاس العالم منو اللي مثلا افضل لاعب سنه 2018 منو يعني من اسئله رياضيه فيصير في تنافس بينهم ويطلع في يعني سكور معين. يعني اللي شايفه انا من الجيل الحالي يحبون وايد الجيمز بالويكند حتى وهم بالدوام وقت فراغهم الكل يدش وقاعد يلعبون جيمز. فيعني عشان تنتشر اللعبة محتاجة ماركتينج والماركتينج مكلف. الفئة المستهدفة عبد الله؟ الفئة المستهدفة للأمانة الوطن العربي كله بس الأعمار أوكي الأعمار يعني إحنا قاعد نتكلم من 18 ل 55 هالأعمار هذه إحنا نستهدفها مو يعني الحين عمر 18 من 18 ايه. ما تحس إن كم المعلومات اللي أنت قاعد تطرحها أكبر منهم؟ ايه لا إحنا عندنا الأرقام. إحنا اللعبة صار لها تقريبا الحين أكثر من السنة نازلة في تقريبا 160 ألف ريجسترد وأكتف ما شاء الله ما شاء الله ايه. عبد الرحمن قاطع شوط ممتاز والنتائج عجبت المستثمرين وبلشوا يتحمسون للأبليكيشن يدشون ويلعبون وجميع هالأعمار هذه. هذا يعني الأرقام اللي أنا أعطيتك إياها من استاتيكس. ويعني إحنا عندنا أكثر دولة داشة اللي هي السعودية. السعودية نسبتها 49 ألف واحد مسجل من السعودية. عفواً شو سؤالك؟ نسبتها يعني 30% تقريباً. إيه والكويت وراها 23 ألف، الإمارات 14 ألف، عمان، قطر، البحرين، مصر. فإحنا فكر فبس هذا بالأرقام بس الآيفون. أنا محتاج استثمار عشان أستثمر بالأندرويد بالإضافة إلى تكون في حملة إعلانية على الوطن العربي. عبد الرحمن 100 ألف مقابل كم؟ 100 ألف شنو؟ الاستثمار ايه؟ كم النسبة اللي أنت ناوي تتنازل عنها؟ يعني أتكلم عن ممكن 30%. زين ممكن تشرح لي شوي بالتفاصيل أكثر ال100 ألف وين رايحة؟ أنت قلت لي الأندرويد فيرجن ايه والماركتينج راح يكون اي نسبة بالديفلوبمنت إيش كثر؟ لا إيش كثر رايح حق مات الأندرويد؟ إيه رايحة تقريبا 40 ألف على الاندرويد وبالاضافه الى تطويرات. انتوا الحين المشتركين شلون يدفعون لكم او كم يدفعون لكم؟ حلو الريجستريشن طبعا بلاش نعم. ويدش ويلعب عادي طبيعي. وين احنا نستفيد؟ نستفيد لما يشترون مساعدات. يعني وانت تلعب في 3 مساعدات اللي فيها حذف اجابتين في اختيار الاجابه الصحيحه وفي تختار مرتين. كم المساعده الواحده منهم؟ لا هو مسوين باكيجات اي مسوين باكيجات يعني اقل باكيج $99 وطلعنا على باكيج 99 هذا ال $99. ايش كثر صار لكم الحين بالبرنامج هذا سنه تقريبا يعني. كم مدخول السنه؟ مدخول السنه هو مو وايد للامانه يعني متواضع. بس اول شيء احنا اي تطبيق الكتروني لازم اول شيء يصير عنده عدد يوزر كبير. صح. من يصير عنده عدد يوزر كبير بعدين صح. نقدر ندخل بالريفينيو. صح. فاحنا لازم ننتشر اول شيء بعدين من ننتشر راح الريفينيو يجي. فالحين احنا من بلشنا تقريبا $3,000 يعني مبلغ متواضع جدا يعني $3,000 اي بس الايرادات المتواضعه خوفت المستثمرين للأمانة. يعني أنا حاولت أني أوصل الفكرة بالتكنولوجيا شو التكنولوجيا تربح الشخص أو تربح المشروع. أنت شنو تبي من البرنامج؟ أنت شنو تتوقع تقدر تسوي بالبرنامج وتطوره وتوصله لوين؟ كم تتوقع رح ينباع البرنامج هذا؟ هذه الطريقة الوحيدة اللي أنت تقدر تقيم البرامج هذه يسمونها التكنولوجيا.
كم استثمرتوا انت بالمال؟ انا مستثمر تقريبا واصل 80,000 للحين. انت بروحك ها؟ ما وياك احد؟ لا ويا يعني احنا انا يعني مسوي عن طريق شركه اسمها شركه كويت كودينج شركتي وياي اثنين شركاء يعني. والاندرويد فيرجن هم عن طريق الكويت كودينج؟ عن طريق كويت كودينج وان هاوس احنا عشان كذي المبلغ غالي احنا يعني المبلغ عالي وايد لان مبرمجينا ان هاوس والكود احنا مسوينا من الصفر. عبد الرحمن طبعا ما شاء الله عليك يعني اللي سويته بصراحه يعني يفتخر فيه. الله يسلمك. انا راح اعتذر اتمنى لك التوفيق بس انا اعتذر بسبب قلت لك سبب هذا ان انت جبرتني ادفع 40,000 دينار على اندرويد فيرجن لشركتك انت تملكها والمبلغ هذا انا يمكن 10,000 دينار اذا عندي الايفون فيرجن اسويه. فانا حسيت انه شويه يعني هذا الموضوع ما عجبني فهذا سبب اعتذر. أسباب انسحاب اليوسفي ضايقة عبد الرحمن وأكيد راح يرد. هو طبعاً يعني 40,000 هي ميزانية يعني أنا ما راح أخذ 40,000 راح أحطها في كويت كودينج يعني هو طبعاً هو في مصاريف شهرية اللي هي المبرمج الأندرويد أنا حاط اثنين مبرمجين أندرويد عشان يخلصوا للموضوع. أنا ودي أسأل شنو البرامج أو شنو الأبليكيشن الثانية اللي عندك شنو التجربة؟ عندي برنامج تذكرة اللي هو طيران وفنادق وجز يعني very successful فعشان شيء ما شارك فيه. وعندي غسالة برنامج غسالة شغال فيه غسالة اللي هو برنامج فيه مصابغ. وعندي برنامج اسمه بيت شوب اللي هو بيع ملتزمات الحيوانات ويعني الحمد لله كلهم شغالين اوكي وبرمجتهم بسيطة يعني ما كلفت بس هذا يعني في investment بالأسئلة انفستمنت بالصور بالديزاين كل سؤال لازم يكون عليه تدقيق فبرنامج مكلف لكن التفاعل فيه اكثر من برامج هذه كلها. عبد الرحمن روج حق روحه بذكاء أبهر المستثمرين في تميزه ومشاريع الناجحة. أنا كان ودي أدخل فضلي بس لا بنفس الشكل فأعتذر وأتمنى لك التوفيق لأني نهائي ما أعرف فيها الأمور. أنا كان ودي أدخل بس مبلغ 3,000 هذا اللي خوفني نفس الوقت قاعد أفكر فيه إن أنت عندك خبرة وعندك برامج ناجحة ريال فاهم شغله مسوي اكثر من الابلكيشن في ابلكيشنات ناجحه. موضوع التكنولوجي والاي تي والابلكيشنات اكثر شيء انت ما تمشي على الارباح انت تمشي على اليوزرز اللي عنده. تويتر فرضا تسوى مليارات بليونز خسرانه لسنه ضافت خسرانه ما في ارباح الحين يعني بالوقت الحالي التكنولوجيا تحقق ارباح اكثر من مصنع او المطعم. ايش رايك استثمر بشركتك اللي انت شغال فيها الام شركة تذكرة يعني؟ لا مو تذكرة كويت كودينج ايه. تعال نقعد واخذ منك 50% على عندي تذكرة يعني very successful يعني قاعد تكلم عن أنا مبيعاتي عن طريق التذاكر فوق 10 مليون كويتي دينار يعني فهذا تذكرة بروحه يعني الريفينيو عالي هناك عرفت شلون؟ أنت ناجح عبد الرحمن صح؟ أنا الحمد لله ناجح أنت ناجح فعشان شي إحنا بنستثمر فيك ما بطلنا لا بغسالة ولا نشافة نبيك أنت براسك والاستثمار في البشر هو أنجح شيء يعني زين أنا أقول لك شنو شنو الأوفر مع البدر؟ أنا عرضي راح يكون 20,000 دينار بس مو شطر 40% 10% يعني هو ال 20,000 لما راح تستثمرها ببرنامج ميدان محتاج ماركتينج بلان ماركتينج از كوستلي يعني انا علشان ادخل السوق السعودي وادخل مصر وادخل المغرب وتونس كلهم هذيلا يعني الاديوكيشن ليفل مالهم تقريبا اعلى من الجي سي سي فعشان ادخل عليهم هناك لازم عن طريق اللي هو فيسبوك ادز عن طريق يعني طبعا هناك اكثرهم يستخدمين يعني فيسبوكس ف راح يكون مكلف اني انا اوصل لهم واسد يعني 1 دولار شنو ردك حبيبي انا اسف الصراحه الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله محمد ايش رايك انا ازيد يعني انا ازيد على اخوي بدر بعد عطني 10% وانا ادش بشري صار 40,000 20% 40,000 20% اي شيء تمام يعني اوكي
اللي صار انهم دشوا ب 20% بس. It's not enough. بس راح تحرك البرنامج. ترى احنا هدفنا مو ميدان. ايه. انا هدفنا جدا. ايه. العرض سير العرض الموجود عفوا ما قطعتك الخير 20,000 10 صح. اذا موافق قول اعتمد. اعتمد ان شاء الله. البركة. الله يبارك بحياتكم ان شاء الله. اشكر حياتك. اشكر حياتك. الله يحييك. الله يسلمك. مشكورين ان شاء الله. 10% مبروك. الله يبارك فيك. شو نخصم؟ والله صراحة انا ابي هو راسه صح. اي صحيح. وافق في العرض اللي قدمته أنا وبدر، وافق عليه مع أني أنا كان الهدف أني أنا يعني أدخل معاه باستثمار أكبر، يعني ما في شك أن استثمار مربح يعني، وبالعكس إحنا نتوجه لهذا التوجهات يعني. لا بالعكس هو مربح ومجال جدا ممتاز، وهذا أصلا هو يعني هو هذا المستقبل يعني. 100,000 دينار على جيم كلش مو مقبول، خاصة مبيعاته 1,000 دينار بس، وهو عنده مشاريع ناجحة ومشاريع ثانية قاعد يقوم فيها الحين توه مبلش فيها، هم حلوة مشاريعه، فإحنا استثمرنا فيه هو. عبد الرحمن نجح في تسويق روحه أكثر من تسويق تطبيق الميدان، وقدر يطلع بديل مع الفجي وشراق. خلونا نشوف علي العوضي مدرب التنويم المغناطيسي شلون يقدر يقنع المستثمرين. أوه. وصل علي. السلام عليكم. السلام ورحمة. معكم أخوكم علي حبيب العوضي. حياك الله. ممكن نشوف التقرير ونرجع لك. عبارة عن المشروع عبارة عن مركز تدريبي، ومن خلال هذا المركز انه يوعي بشكل كبير يوعي الناس، ومن خلاله انه ممكن نعطي عدة دورات فيها هذا المركز. من هذه الدورات هي دورة عملية التكميم وروطة المعدة بالتنويم، هي عبارة عن برمجة المخ على تغليم الاكل. القيتها بالكويت تقريبا فوق 30 مرة، في البحرين 6 مرات، وفي الدمام مرة واحدة، وفي صلالة مرتين. ومن خلال هذا المركز ممكن اقدم بعد امسية استرخاء واسترخاء ذكريات المؤلم والهموم التنويم، ان في ناس يحوشها صدمات في الماضي، صدمات عاطفية صدمات نفسية، ومن خلال هذه الأمسية ممكن أن نقدر نتخلص في هذا الأمر، ومن خلالها من نقدر نقدم ممارس في التنويم الإيحائي وهو التنويم المغناطيسي، ممكن الشخص المقابل أنه ممكن يعالج الشخص نفسه ويتعلم التنويم بشكل كبير. حياك الله يا علي. طيب المشروع هذا قائم ولا لا؟ الدورات أقيمها بفنادق. نعم. تمام، ولكن المركز لا كمركز ما... لا ما عندي مركز. ما في مركز. ماكو مركز، ولكن الدورات تقييمها تقريبا من 2014. بس دورات عفوا بس لكن... دورات ولا لا سيشن كنت اعطي سيشن. أيوه. تمام، كان عندي اجر مكتب فكنت اعطي سيشن، ولكن ما كملت للمكتب. ليش؟ لان باسم شركه ثانيه الشركه انباعت، فكل ما اقدم مركز على أأجر مكان معين، فهذا المكان يشوف وايد كستمر فيرفع الكور الأجار علي بشكل كبير. يعني أنت دورات صح؟ نعم دورات، بس فهمني، دورة عملية تكميم وربط المعدة بالتنويم. نعم هي عبارة هي مرخصة طبعا، الكلام اللي قاعد تتكلم عنه مرخص. نعم. لا بالكويت؟ لا مرخص، لا مرخص. في ترخيص رسمي؟ ترخيص، ليس ترخيص بالجراحة. تمام. لا مو جراحه يعني. هي ليس الجراحه، هي الفكره. لا 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 انت اوكي، انا ادري مو جراحه. لا انت تنوم ناس مغناطيسيا او تسوي له ايحاء تنويم مغناطيسي عشان شلون يصير تكميم معده يعني شلون؟ نعم. يعني بدل البنج يعني مثلا؟ لا هو شرح قبله، بشرح لكم شرح قبله عشان توصل بس الفكره. كتبت احنا من نسوق سياره. تمام، من احنا نسوق سياره ونتكلم بالتليفون ونقول قصه معينه. تمام، وفجأة نوصل البيت ونتساءل بيننا وبين نفسنا شلون وصلنا البيت. العقل الباطني هو العقل الباطن صح. تمام، احنا كل برمجة بنبرمجها على العقل الباطن صح. فإذا برمجت أنا العقل الباطن بناء على طريق معين أو بناء على إشارة معين حتى من ناكل، فعرفنا من احنا أطفال من ناكل
شنو اللي راح يتوسخ اذا القفشه انقلبت؟ اذا كيت الحين ناكل حتى واحنا نمسك تليفوناتنا. فالعقل الباطن هو مبرمج في الوضع، فمن انا ابرمج عقلك فممكن اسوي فيه وايد اشياء عجيبه. هو طبعا السؤال هو ان هذا الشيء مرخص، هو يقصد انه هو كان طبعا فكر شيء ثاني. انا عارف انه مرخص لانك انت دكتور. لا انا مو دكتور، انا معالج. بس معالج؟ نعم. بس من صدمت ان احمد مو دكتور، يعني ما بدون عقاقير. احنا ما نستعمل اي عقاقير، احنا نستعمل ايحاء. تمام. الايحاء هو عباره عن تغيير سلوك معين في العقل، ومن خلال هذه الجلسات، هي عباره عن جلسات استرخاء. تمام. ومن خلال جلسات الاسترخاء نضخ فيه ايحاء. شنو الايحاء؟ عباره عن كلمات مبرمجه في العقل، نفس الايحاء اللي تشوفونه مثلا في المطاعم. تبطل المنيو وتلقى مثلا دجاجه بصلصه المكسيكيه الحاره، وينزل لعابك من كثر ما يكتب لك الايحاء، ولا يكتب دجاجه ميته، مع انهم اثنيناتهم انت بتاكلهم، ولكن دجاجه ميته ممكن انت يحشك شمزاز في الوقت. اخوني غيث تقريبا، لان شويه الفكره كانت غريبه عنهم، فاي غريب لازم يكون شويه شد وجذب عليه. اول شيء خلنا نسال، انت يصير ترخص ولا لا؟ بدون ترخيص. ما ترخيص. شلون بدون ترخيص؟ تفتح عياده وما في ترخيص؟ ما في عياده. ليش عياده؟ مو عياده، هو مكتب تدريب، مكان تدريب. مؤتمر تدريب. انا ادري اليوغا ما يوغا. لا 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 ماشي، بس حتى اليوغا وغيره انت لازم تكون مرخص. لازم ترخيص. ما في يوغا ما يوغا، كلها تجاره ما تجاره، كلها مؤتمرات معارض. موضوع الترخيص شغل بال الفجي والسلطان، ومو مقتنعين بكلام أحمد. فيمكن فعلاً هذول كلهم اللي عندهم يسمونها عندهم رخص تدريب ويوغا وما أدري شنو، أو يمكن بدون رخص قاعد يسوونها، أو قاعد يسوونها مع رخصة، ما أدري صراحة يعني. فما أقدر أقول الشيء مو منطقي، كلامه ما كان منطقي، بس ما أقدر أناقشه وأدش معاه بجدال نقاش. أنت قاعد تتكلم عن مراكز تدريب، ومراكز تدريب حساسة، يعني تقول عن مثلا المغناطيسي، عن مثلا الصدمات العاطفية والعلاج والمخدرات. نعم. أنت بتسوي عملية ربط عملية المعدة بالتكميم. نعم. يعني هذه كلها أنت قاعد تستخدم البشر يعني. يعني عفوا يعني حتى شو أقول لك يعني. أنا خلاص أضيف شغلة. بس خلني أنا يعني أتوقع معلومة. هذه البرامج تكون تحت دكتور نفسي. يعني لازم عيادة. يكون مرخص عيادة دكتور نفسي. لا لا مو شرط. قانونيا يقدر. ما في 90% من الدكاترة النفسيين أصلا ما يستعملون أصلا التنويم، كلهم يستعملون عقاقير وخلاص. تمام. لأن أنت لازم تسمع الشخص المقابل لمدة ساعة كاملة عشان تعرف شنو الإيحاء اللي بتبرمج فيه. بس أكيد في رخصة ثانية. بس خلني أضيف شغلة بسيطة. تمام. هاي الشغلة البسيطة، أني أنا أي إيحاء الشخص المقابل مو متقبله على طول راح يفتح عينه. فعلشان كذي أي إيحاء للشخص المقابل مو متقبله على طول راح يفتح عينه. يعني مثلا نومتك وكيد وقلت لك قوم سوي لك حركات بهلوانية، ما يقدر عقليته خلاص راح تتبطل. احنا الحين نفترض ان موضوع الرخصة واللايسنس هالامور ما راح تكون مشكلة، فالحين نمشي على ال 60. شفت انا 60,000 سعر. نعم. يقول المبلغ اللي انت طالبه 60,000. نعم. 60,000 زين، مقابل كم؟ كم النسبة يعني للمستثمر اللي بيدخل وياك كذا دفع 60,000 كم نسبة؟ ما مو حاط في بالي. لا لازم تحط في بالك عشان احنا نعرف. يعني افهمك يعني انت هذا شيء اساسي انا اعرف. يعني شنو أقصى نسبة توصل له؟ هذا الشريك 50-50. هو أهم شيء الشخص المقابل وهو مقتنع في هذا الوضع، وهو يحط النسبة بينه وبين زي نفسه اللي جاي يشوفه. يعني السنتر سويت عليه دراسة فيزيبيليتي ستدي، دراسة سمون دراسة حطيت لها دراسة سريعة. نعم. في الوضع تقريبا ربح راح يكون بالسنة تقريبا 40,000. ربح على صافي ربح قصدك؟ نعم. ولا صافي الربح بعد ما تغطي كل المصاريف من الأجار؟ لا من الموظفين؟ لا لا مو صافي. 40,000 يكون 20,000 الصافي. المبيعات يعني 20,000 الصافي. هو ليش هو 40 الصافي 20 عليك نوار؟ هو ليش بس الرخصة بعد؟ عشان أقدر أقدم حق الوزارات. الوزارات وايد طالبيني، ولكن لأن ما عندي مركز. زين التنويم مرخص إنك يعني تسوي إنك تسوي تنويم في حق تنويم مرخص بالكويت مسموح فيه؟ مسموح فيه. أنا أسألك ترى. إيه لا مسموح فيه. عادي. أنا الحين منومكم. لا لا لا. بدون لا تدرون. لا لا لا. أحمد خوف المستثمرين واليوسفي انصدم.
تخاف صدق ولا بس انا بطلت مره استنى صراحه بس اذا احنا ما نبي لا ما انت قلت اذا احنا ما نبي ما تقدر على خليني اقول لكم بس التنويم لا تقول لنا خمسه الحين في فرعين في التنويم يستعملونه التسويق والافلام تمام وفي تنويم يستعملونه بالعلاج التنويم اللي يستعملونه بالافلام وبالتسويق هو يستعملونه حتى بالدعايات تمام يحوشك تشويق ومن ناحيه التشويق هو عباره عن التنويم سبليمينال هذا كلام سبليمينال نعم سبليمينال مسجز نعم صحيح علي امانه اتمنى لك كل التوفيق بس المجال كلش مو مجالي والتدريب مو مجالي وعلم انطر عزيز انطر خلنا لا 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 غير رايك هددنا بالتنويم قلت خلني اعتذر بس اتمنى لك التوفيق صار عنده فلوس شوي خافي ينام وانا بالنسبه لي صراحه يعني بعيد نفس الشيء عن المجال ولا افهم فيه باي شيء لذلك انا اعتذر واتمنى لك والله التوفيق يعني شنو مشروعك انت شخص بروحك باكر هون اعتزل من المجال خلاص توهقنا فما عنده بزنس اقدر استثمر فيه يعني تحدي قوي بس الله يوفقك يعني انا بسال الحين انت كم دوره اعطيت عن التنويم عن كل شيء كل الدورات اللي قاعد تعطيها فوق ال 115 دوره ما شاء الله 115 دوره فتره سنه سنتين ست سنوات مو بس بالكويت برا الكويت وبالكويت العام كم دوره سويت مو بالكويت قصدي سوري العام كم دوره سويت 2019 كان فيها تقريبا 29 دوره ما شاء الله تذكر كم كان المدخول هذه الدورات كلها على بعض التوتال يس 13000 أسئلة إشراق تدل على أنه مهتم بالمشروع وكنا يبي يستثمر وليش حاط ببالك أن المركز راح يطلع لك أكثر 40000 لأن راح يكون في بالوزارات تمام راح يكون في ممكن أسوي في داخل المركز ممكن أسوي في أجيب المدربين من برا وأنا أكون التسويق لهم فأخذ 50-50 في الوضع تطالب 60000 صح؟ نعم والنسبة 50-50 30% 35% رايك بس انا طبعا اتمنى لك التوفيق اطلعوا خلوني بروحي لا المبلغ عالي يعني صراحه انا لو في احد يدخل وياي ممكن ايش اللي خايف منه بس شغله واحده ان الموضوع صار بسرعه ما اقدر اسال عن علي العوضي الحين لو ان في يومين ثلاث اسال واشوف اللي ندربه حط له هذا شرط من شروطك ان انت تسوي الديل وشرط ان انت تكون اوريدي تسال عن علي العوضي ويعطيك رفرنس على المدربين واذا كل شيء اوكي تكمل بالديل وانا بعد مع اني اعتذار لكن لك مني لا لا لك مني اني انا افتح لك اذا كان لك رغبه بالسعوديه فاحنا عندنا مراكز عاليه تدريب معاهد ومراكز تدريبيه اكاديميه راح تكون منا لك تسلم هذا مكان واللي تبيه من غير اي شيء ها ما في عديل 30000 دينار 40 وانت 60 اوكي ومن مدخول السنه الاولى راح نستمر السنه الثانيه بالايرادات اللي احنا نطلعها اذا ما طلعنا ايرادات تخلينا نستمر راح اوقف انا عند 30 يعني دينار. المقصد اللي فهمته انك قاعد تقول لك 30000 ومن الإيرادات نستثمر السنة الثانية صح من الأرباح وشرطين عندي أسأل عن الترخيص إذا كل شيء أمورها سليمة بالكويت وأسأل عن علي العواضي أسأل الكوستومرز علي العواضي رفرنس أحمد العواضي حصل على أوفر من إشراق ودعم مجاني من الفجي الظاهر التنويم المغناطيسي ياب نتيجة ومحمد يمي اول ما بلش شويه شديد معاه باسئله اخر يسمونه المقابله طخ فانا اتوقع هو سوى له حركه سوى له شيء سحره هداه ما ادري سوى عطاه طاقه ايجابيه بس حسيت انه طخ وحتى بدر فاتوقع سوى شيء اذا اوكي قول تعتمد اذا لا اعتذر اوكي قول اعتمد اعتمد دوبت مغناطيسيا أول شيء ما عجبني في الوضع ولكن يعني not bad
مبروك مبروك علي شكرا على البركه ان شاء الله الله يبارك مو تمشي نبيك تنومنا شعبي قهواي انا هذا ضد التكميم يا هذا ابي تكميم احنا عندنا مستشفى زين ليش ما تسوي قسم من المستشفى عندكم في مشكله بالترخيص ذاك اليوم قاعد يتكلمون عن الموضوع لا بالترخيص داخل المستشفى بس برا مو مشكله لا لا بس انا متاكد المعارض هذه بنفسي سالفه الايحاء وما الايحاء انا متاكد بس ما ابي اقولها قدام متاكد ان هذا غير مرخص طبعا الأمانة ماني مقتنع تماما اصلا يعني لان ماني مقتنع في يعني في 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 الشخص اللي قاعد يقدم او سواء حتى بطريقه التقديم يقدر اول شيء يطلع لي رخصه ويقدر يثبت لي انه هو مقنع بالنسبه حق زباينه انا يعني شايف فيه انه مشروع ناجح قال الفكره هي اللي سوت لي ترك الفكره كانت انه يسوي تكميم او يعالج التكميم عن طريق التنويم المغناطيسي حصيلة حلقة اليوم 4 ديلات كل المبادرين كسبوا الديل عبد المحسن الموسى كان له نصيب الأسد قدر يقنع الفجي وشراق والسلطان ويطلع بديل مع الثلاثة وفاطمة هزازي أقنعت بدر شراق أنه يدش بالمشروع أما عبد الرحمن الخرافي فقرروا الفجي وشراق أنه يستثمرون فيه قبل لا يستثمرون بالمشروع وعلي العوضي قدر يطلع بديل مع شراق واضح أن بدر شراق كانت شهيته مفتوحة للديلات واستثمر مع كل المبادرين وننتظر مصير باقي العصاميين في الحلقات القادمة